نروح مع حضرات كل تفاصيل أهم الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي اللي اتنقلت النهاردة وتقالت واتنشرت على مواقع الإنترنت. ونبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي تواجد في تمرين الفريق النهاردة يوم الأربع اللي كان مقام على ملعب مختار التتش، وحرص جوزيه على التواجد في التمرين لدعم ومؤازرة الفريق قبل المباراة المهمة جدا والمرتقبة قصاد شباب الثورة الجزائري. بيستعد النادي الأهلي طبعا لمواجهة شباب الثورة يوم السبت اللي جاي على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. أخبار اليوم كمان قالت إن التقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي على هامش تمرين الفريق في الجزيرة. استقبل الخطيب الساحر البرتغالي بحفاوة كبيرة وعبر عن سعادته بحرص جوزيه على التواجد في تمرين النادي الأهلي لدعم الفريق قبل المباراة المصرية قصاد شباب الثورة الجزائري.